طايح على القاع والكره في الشبكه. هذا كره نادي افريقي، ضربه جزاء صفر لين. حكم بيقول عمليه تمويل، اعطيني الريبلاي، اعطينا يا مخرج الريبلاي. انذار على الشكل رجيع. على كل حال الحكم كان قريب، ورقه صفر الشكل رجيع. الشكل رجيع ما فيها شيء، هنا ما فيها شيء، ما فيها شيء، والحكم كان قريب. ورقه صفر للتمويل من زاويه اخرى، من الزاويه هذه ما فيها شيء، يعني دي عديت وانت المدافع كان مشي تحسن. نرجع الكره مره اخرى للحارس ابن كيل الكاميروني. نصف ساعه في الشوط الاول، النتيجه هنا بيضاء في المنزل 0-0. نرجع الكره من مرزوقي، المرزوقي حسر على المرزوقي، محمد علي يعقوب يا حسر التوقي كماتش المرزوقي وجاب الله. نرجع الكره مره ثانيه عن طريق ايزيكيل، ايزيكيل يحط كره ارضيه على القائم الاول، بعيده يضغط الدوادي لكن الكره تخرج مره اخرى. فريق انجول عند أليكسيس ميندومو، أليكسيس أخبار الفولة اللي رايح لأوكرانيا، هل سيتعاقب؟ ما يعجبوش الجو يعود. لاعب مثل أليكسيس ميندومو صحيح يقولوا في اللهجة التونسية لاعب نفحاوي، لكن بصراحة لاعب لاعب صعب العوض فيه وفنيا، لاعب قيمة تامة. الكرة تخرج بساقية نظيفة وسط ميدان قوي بدنيا، رواري صحاح عنده خبرة، منذ كان أيضا في الدوري الليبي لاعب الكاميروني، لاعب كان في المنتخب الاولمبي الكاميروني ويلعب في الدوريات العربيه. تعرف الكاميرون مش عندها محترفين برو في اوروبا، بينما الكوره فما شوف سايد، لكن بويا شويه، لكن بويا شويه على اللاعب زياد الزيادي. زياد الزيادي في ثالث المباريات الافريقيه في الدوري للمجموعات. اذا الفريق الانجولي خاسر 2-0، فريقه يتجمد رصيد نقاطه